هايل ده ايه ده كان بيعملوا حاجات من غير ما يبصوا بعض. ايوه اخد بالك الربط اللي كان ما بين مثلا صانع اللعب عبد الله وازارو كان واضح جدا جدا. اللعيب اللي بيتحكم في رتم اللعب ده لعيب مهم جدا 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 في الكوره. ده مش موجود في الكوره المصريه. ده مش موجود احنا دلوقتي يا استاذ ابو معاط. يعني عبد الله السعيد مستواه قل يبقى خلاص او مشي الاهلي بقى خلاص. مش الاهلي بقى خلاص. احنا بنتكلم ماتش النهارده. هات لي واحد في مصر ممكن يبقى بلاي ميكر يلعب في الاهلي غير ناصر. صالح جمعه لو كان الناس عرفت تديره صح. لا ده هو لو قال لا صالح جمعه لو عرف يدير نفسه ولو ناصر ولا حاجه في السكه دي هيبقى. بص يا جماعه في لعيبه بيحصل لها حاله انبهار وحالة عدم اتزان نفسي واجتماعي لما بتشوف كم الشهرة اللي بتتعرض ليها لما تروح نادي الاهلي الزمالك. يا كابتن ده غصب عن الواحد. احنا انا بقول لك انا كابتن رمضان كان مساعد مع كابتن انور سلامه. راجل عمل ريسك لعبنا انا وهاني رمزي وعمرو انور وعادل عبد الرحمن صعدنا ومشى مين؟ فطاحل. بالظبط مش هقول اسامي يعني. فطاحل كان جريء وبعدين كنا احنا برضه سالا ميهوب ومش لا كمل شويه. لا هو اللي مشي محمد حشيش وخالد جد الله حفظ الاسم الالقاب وزكريا ناصف وعلى ما اعتقد حمد برادي. حلو الاربعه دول كانوا تقال قوي بس عمل ريسك وطلعنا. احنا برضه في اوقات دماغنا زي ما ناصر ماهر كده بس احنا ما كناش نقدر نتكلم عشان كانت ايد من حديد. لا معلش انا خليني صريح شويه معلش. كان في ايد من حديد بتضرب. ما اقدرش انا يوم ما كنت همشي من النادي الاهلي خلاص واخد بعمل العقد او هعمل ليه العقد بقول للكابتن طارق سليم هات لي ورقه بيضاء امضي لك عليها. ورقه بيضاء امضي لك عليها. ايوه حلو